هاي، معكم جنى من السنابل نيوز. خلصت سنة 2016 وصار فيها أحداث كتيرة، خلينا نتذكر البعض منها. سنة 2016 12 شهر 365 يوم قطعوا، كان فيها الحلو كان فيها المر، لكن أكيد مع يسوع كل شي بيهون وبتنمح الصعوبات. للأسف خلصت 2016 وبعد الحرب بسوريا واضطهاد المسيحيين عم يزيد بسوريا والعراق، أما بأمريكا تم انتخاب ترامب رئيس لأمريكا، وكمان بلبنان انتخب العماد ميشيل عون رئيس للبنان. أما فيما يخص القوانين، تم إقرار وثيقة سياسية حماية الطفل الموحد الخاصة بمؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة مع الأطفال بلبنان. وأخيراً أقر قانون حول حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري. تميزت الأشهر الستة الأولى لسنة 2016 باكتشافات علمية حديثة وإنجازات واختراعات. فمن الشهر الأول بدأت الصحف بنشر براءات اختراع لأشياء جديدة ومتميزة. من أحدث الاكتشافات العلمية والإنجازات العالمية لهالسنة، جهاز حديث بيساعد المشلولين على تحريك أصابعهم. كوكب تاسيع تم اكتشافه بالمجموعة الشمسية. تم إرسال أول مركبة فضائية لمدار كوكب المشتري. تاتا موتورز الهندية تنتج السيارة نانو، أرخص سيارة في العالم بسعر أقل من 2000 دولار. صار في أحداث منيحة وأحداث سلبية بهالسنة، بس ما فينا إلا نشكر الرب على عطائاته. نتمنى أنه سنة 2017 تكون سنة حلوة مليانة حب وسلام مع يسوع. كانت معكم جنى من السنابل نيوز.